الفترة اللي فاتت كان في شوية هزيان ومسخرة في الإعلام بخصوص ثورة 25 يناير. يعني لقينا كان ابتدت الأول برقاصة مغمورة درجة ثالثة تعمل قناة كاملة تصخر فيها من ثورة يناير. لقينا بعد كده ضابط أمن دولة سابق ليه برنامج بيستضيف محامي المخلوق حسني مبارك وبيسيء لثورة يناير. لقينا محامي شهير بيطلب بمحاكمة خونة ثورة يناير اللي طلعوا في الإعلام. فطبعا بما إن احنا ملناش أي قنوات شرعية في الإعلام، الإعلام كله يا إما إخوان يا إما داعمين شرعية يا إما نظام مبرر. فاضطرينا أسفين إن احنا ننزل الشارع بإيفنت نرد عليه، إيفنت ساخر نرد بيه على السخرية والوضع اللي احنا فيه.